تشكل الأزياء التراثية السعودية منظوراً ثقافياً كبيراً، فهي كانت وما زالت لها بصمة واضحة في المجتمع، حيث يحرص السعوديون على ارتدائها في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية. نعم، فهذه الأزياء المتميزة تختلف بتصاميمها ونقوشها من منطقة إلى أخرى، فكل زي يعبر عن هوية المنطقة وعاداتها. من عمق التاريخ نستدل على ثقافة وأصالة الزي السعودي، والذي يختلف من منطقة إلى أخرى، فلكل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية زي مختلف، ولكنها تبقى متشابهة في العراقة والتراث. فالأزياء التي يرتديها الرجال على الرأس مثل العصابة والشطفة والعقال الأسود، بينما يكمل أناقة الثوب الرجالي الدقلة والبشت وغيرها من المسميات التي اشتهر بلبسها الرجال في مختلف مناطق المملكة. وعندما نبحث عن أناقة المرأة السعودية نجد أنها تتميز بلباس جميل وزاهي، ويزيده بريقا خيوط الذهب والمشغولات الذهبية التي تتزين بها لتكمل أناقتها. فنساء الشمال يختلفن عن الجنوب بشكل كامل، بينما يختلف زي النساء في شرق السعودية عن غربها، فكل زي يعبر عن هوية المنطقة وعاداتها. فالأزياء السعودية التراثية ملهمة بألوانها ونقوشها وتصاميمها، فالذي يميزها أنها تحظى بموروث ثقافي قديم ومتعدد، ولها رونق خاص وعبق الماضي العريق الذي يفوح منها، فتوارثها أبناء المملكة الذين يحرصون على ارتدائها وإعادة روح التراث والتاريخ في كل مناسبة وطنية أو اجتماعية.